انضم لنا عبر سكايب المتخصص بعلوم التقنية عبد الله السبع. أهلا وسهلا فيك عبد الله معنا في MBC في أسبوع. سؤالنا الأول واللي أكيد طبعا يعني موجود في ذهن كل مشاهد ومشاهدة اليوم، هل فعلا راح تختفي الهواتف المحمولة قريبا وراح نشوف العالم من خلال نظارات؟ أول شيء يعطيكم العافية. الكلام اللي راح أقوله بعد شوي لازم الناس تشغل خيالها معانا على أساس تبدأ تستوعب الكلام، لأنه إذا أنت ما شغلت الخيال راح تشوف أن الكلام اللي إحنا قاعد نقوله كلام غير واقعي، هو بالأساس كلام غير واقعي. الموضوع أساسا مع التطور التقني اللي قاعد يصير حاليا في جميع المجالات راح نبدأ في تقنيات راح تبدأ تختفي، فأجهزة الكمبيوتر احتمال كبير راح تبدأ تختفي زي ما ظهرت وأخفت الأجهزة الورقية أو الكتب وغيرها من الشغلات، لأنه مجرد ما طلعت الكمبيوترات بدأ اعتمادنا على الأوراق يبدأ يقل. الجوالات طلعت واستبدلت التليفونات الأرضية اللي بدأت تندثر حاليا، وصار عادي أن أنت في البيت ما يكون عندك تليفون أرضي لأن الناس كلها قاعد تعتمد حاليا على الجوالات. فلذلك مرحلة ما بعد الهواتف الذكية ومرحلة ما بعد الكمبيوترات قادمة بقوة خلال العشر سنوات القادمة. اللي أنا حاب أتكلم عنه وركز عليه بشكل بسيط إنه ميتافيرس هم أو الفيسبوك مو أول شركة أعلنت عن مجال الواقع الافتراضي، لكن هي أكثر شركة صرفت على الإعلان والبي آر على الموضوع هذا. مايكروسوفت قبلها بعدة أشهر أعلنت عن رؤيتها في مجال الواقع الافتراضي، لكن للأسف مايكروسوفت دائما عندها مشكلة في الترويج لرؤيتها والترويج لطريقتها في التعامل مع الأنظمة، ولذلك واجهت مشكلة أنه ما حد تكلم عن رؤيتها وما حد تكلم عنها بشكل جدا كبير، لأن مايكروسوفت أعلنت عن رؤيتها في مجال الواقع الافتراضي، في مجال الدراسة، في مجال العمل، وأيضا في مجال الطبي. فهي كانت تتكلم ان الطبيب خلاص ما عاد راح يحتاج انه يطلع من البيت، راح يقدر يكشف المريض ويشوفه ويطلع على كل الامور الخاصه فيه وهو المريض في مكانه وهو في مكان مختلف، نفس الرؤيه اللي اعلنتها فيسبوك قبل عده ايام. طيب عبد الله، اذا حكينا عن العوالم الافتراضيه، وش اللي بتغيره هالعوالم الافتراضيه على حياتنا، على انماطنا، على خصوصياتنا؟ وركز لي على الخصوصيات. طيب إذا جينا نتكلم عن موضوع الخصوصية فمن الصعب أن احنا نفند هذه الأمور ونشرحها بشكل كامل، لكنه خلينا نتكلم أنه مجال الواقع الافتراضي راح يكون مختلف عن الواقع الاعتيادي اللي احنا موجودين فيه. مرحلة انه انت تقدر تكون لابس نظارة وتدخل الى بيئة العمل حقتك، فعلى سبيل المثال الشركات في المستقبل قد ما يكون عندها اماكن على الواقع او الواقع اللي احنا عايشين فيه، لا راح يكون مكتب الشركة في الواقع الافتراضي او فرع الشركة في الواقع الافتراضي. المول نفسه قد ما يكون موجود، راح يكون موجود فقط في الواقع الافتراضي، فأنت تدخل تلبس النظارة، تدخل تمشي داخل المول، تدخل داخل الشركة تحضر اجتماعات وغيرها. طبعا هذا الموضوع رح يفيد الشركات بشكل جدا كبير. فعلى سبيل المثال الشركات الهندسية في المستقبل ما يحتاج أنها تصرف مبالغ حتى تجيب الموظفين إلى موقع الشركة، فالحدود راح تلغى بشكل كامل. أنت وأنت لابس النظارة تقدر تدخل إلى قاعة الاجتماع الافتراضية وتجتمع مع الموظفين وتنجزون المشروع بشكل كامل. فالموضوع راح يكون مختلف بشكل كبير عن ما إحنا متعودين عليه. أنت عندك موعد مع دكتور، ما يحتاج تطلع من بيتك، تلبس نظارة الواقع الافتراضي أو تجلس في مكان الدكتور يقدر يفحصك فيه، والدكتور يقدر ممكن يسوي عملية متكاملة وانت جالس في بيتك، أو يعطيك في البداية فقط النتائج الأولية لفحوصاتك الاعتيادية. طب عبد الله لو تكلمنا شوي عن المصطلح، ماذا يعني اسم الجيل الثلاثة أو الجيل الثالث أو الميتافيرس؟ خلينا نقول ان اجيال الانترنت هي مختلفه. لو جينا نتكلم عن الجيل الاول والجيل الثاني موضوع راح يبدا يطول، لكنه ان جينا نتكلم عن الواقع الافتراضي نفسه وكيف انه هو راح يغير حياتنا، هو راح يغير حياتنا بشكل كبير. منصات التواصل الاجتماعيه ايضا راح تتغير بناء على الواقع الافتراضي. يمكن الفيسبوك شاطره في هذا المجال وقاعد تسوي شغلات جدا كثيره، لكن لا ننسى مجهودات مثلا سناب شات. سناب شات من الشركات اللي قاعد تستخدم الواقع الافتراضي وقاعد تستخدم الواقع المعزز، لكن ولا واحدة من هذه الشركات قادرة أنها تتنبأ في المستقبل وتسوي الشيء اللي إحنا ممكن نشوفه بالمستقبل ونشوفه موجود في حياتنا. لكن خلينا نقدر نقول إنه المستقبل راح يكون جدا مبهر
كيف؟ ما نعرف كيف راح يكون، ما نعرف، لكنه أي شيء أنت تعودت عليه راح يختلف. بضرب لك مثال جدا بسيط، في 2009 2010 كانت حياتنا مختلفة عما بعد 2010، فأي شيء أنت كنت متعود عليه من 2005 إلى 2010 بعد 2010 اختلف بشكل كامل، بعد 2015 اختلف بشكل كامل، فإحنا عندنا كل 5 سنوات شغلات جديدة تظهر في حياتنا وتتغير. فأنا أشوف أنه أتوقع أنه 2025 هي سنة التغيير الكاملة في مجال التقنية. فعلى سبيل المثال كنا نعتمد في بداية 2000 إلى 2010 على الكمبيوترات، بعدين اختفت الكمبيوترات، بدأت تطلع الهواتف الذكية، بعدين بدأت تختفي الكمبيوترات بشكل بسيط واستخدامنا يكون بشكل كامل على أجهزة التابلت، والآن قاعد ننتقل نقلة ثانية باستخدام الأجهزة الملبوسة نفس الساعات الذكية وغيرها، وبعدها راح نبدأ ننتقل إلى الواقع. حلوة الساعة عبد الله، تقطعها بالعافية. طيب